شهدت العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وفي ختامها أعلن الوسطاء عن تقديم مقترح جديد وعن اجتماع وشيك في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار. إلا أن قياديا في حركة المقاومة الإسلامية حماس أكد أن نتائج اجتماعات الدوحة لا تتضمن الالتزام بما تم الاتفاق عليه في تموز الماضي، وهل ما يثير التساؤلات حول مآلات هذه المفاوضات وما إذا كانت ستفضي إلى صفقة تنهي حربا متواصلة منذ أكثر من 10 أشهر راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى في قطاع غزة. للحديث بشكل موسع عن ملف المفاوضات والآمال المعلقة عليه نرحب بالمحلل السياسي والنائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة. صباح الخير دكتور وأهلا بك. صباح النور أستاذ معاذ، إلى كل السادة المشاهدين أهلا بك. لنبدأ من الدوحة. نعم. وما حصل في الدوحة الخميس والجمعة والمفاوضات بثلاثة أطراف، كانت مصر وقطر المستضيفة وأيضا الولايات المتحدة، ولم يشارك أي وفد من حماس. كيف تقرأ هذه المفاوضات وإلى أين وصلنا في هذه المفاوضات؟ شكرا لك أستاذ معاذ، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين مرة أخرى. يعني لربما ليست حتى لربما لن تكون يعني المباحثات الأخيرة، ربما خصوصا أنت بتعرف يعني عدة مباحثات ومفاوضات جرت، وخصوصا من خلال الوسطاء الثلاثة اللي أنت ذكرتهم. نعم. وإحنا الآن اللافت فيما يخص ما جرى في الدوحة هو أنا باعتقادي يكتنف الغموض، نحن لسنا بتفاصيله، لسنا في حقيقة بصورة ما جرى ويجري، ويمكن هذا الشيء إحنا نستنتجه فقط من التسريبات والأخبار اللي تم تسريبها، والتقطتها خلينا نقول حماس أو التقطها الكيان الإسرائيلي، وكلاهما رافض أو غير موافق على ما حصل في الدوحة. بالنسبة إلى حماس تعرف بالنسبة إليها هي تعتقد أنه هذا الاتفاق كما ترى أنه لم يلتزم بما اتفق عليه في 2/7 حقيقة في المقترح، وهذا كان مقترح أمريكي. هو يدور حول ماذا؟ يدور حول وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وبالتالي يعني حماس ترى نفسها في موقف الآن نحو التنفيذ، هي تريد خطة للتنفيذ، آليات للتنفيذ ما تم حقيقة التوافق عليه في 2/7، لا أن نبدأ باتفاقات جديدة ومفاوضات جديدة وما إلى ذلك. الكيان الإسرائيلي يرى بأنه هذه الاتفاقات يعني لم مثلا هو أيضا يعارضها، ويرى أنها مثلا لم تعالج أمور جوهرية بالنسبة له، مثل خلينا نقول محور فيلادلفيا ومحور نتساريم. فالآن إحنا من هذا يستدل أنه مثلا في عمليه رفض من اهم من الاطراف اللي هي حقيقه معنيه بهذه المباحثات، وبنفس الوقت الولايات المتحده تتحدث عن اجواء تفاؤليه، تتحدث عن مفاوضات بناءه مثمره واعده والى اخره، وانه هناك جوله ستكون في قادمه في القاهره لانهاء لربما هذا الملف او هذا التوافق. انا بعتقد انه يعني ممكن احنا يعني نلاحظ شغلات، مثلا مره اخرى اعود واقول حماس ترى انه الولايات المتحده تتبنى شروط الكيان الاسرائيلي. نعم. حقيقة. والكيان الاسرائيلي على ماذا يبحث؟ يريد ان يبقى في محور فيلادلفيا، يريد ان يسيطر على محور نتساريم حتى يتحكم حقيقه في مساله دخول الفلسطينيين من الجنوب الى الشمال، تعرف هذا المحور هو يفصل بين غزه بين شمالها وبين جنوبها، يريد ان يتحكم حقيقه باسماء الأسرى اللي سيتم الإفراج عنهم، كأنه يعني من حقه أن يستخدم الفيتو، يقبل هذا أو لا يقبل هذا أو ما إلى ذلك، وبالتالي هي هذه الأمور اللي يرفضها أو ترفضها حماس. فبالتالي أنا بعتقد هذه الضبابية لا زالت مفروضة وموجودة في كل الاتفاقات، وبالتالي كيف لنا حقيقة أنه إحنا نكون متفائلين لربما أنها تكون هذه المباحثات بناء، طالما إنها دعني أقول ما تزال هناك إشارات على أنه في خلافات حول أمور أساسية جوهرية لم يتفق عليها الطرفان. وانت بتعرف يعني لما كان في عندنا اتفاق 2/7 وما طرحه مثلا على سبيل المثال الرئيس بايدن اقترح بالمناسبة مقترح أنا بعتقد ودعني أقول، وأيضا مصر قدمت مقترح إلها، وكانت الولايات المتحدة بصورته وافقت عليه حماس، وافقت عليه المقاومة الفلسطينية، لكن لم يوافق عليه الكيان الإسرائيلي، ورجعت الولايات المتحدة وحملت المسؤولية لحماس بعدم تنفيذ أو بعدم الموافقة على هذا الاتفاق. طيب دكتور، بما أنه حكينا عن مصر، محور فيلادلفيا هو أيضا
لطالما سمعنا بأنه من الشروط. اليوم محور فيلادلفيا محور مهم جدا لمصر، وأيضا هنالك اتفاقيات وقواعد صحيح. دولية فيما يتعلق في هذا المحور. هل تتوقع بأن يكون هذا الشرط عائقا أمام المفاوضات، تحديدا مما يطلبه الجانب الإسرائيلي؟ بالضرورة، يعني حقيقة تعرف إسرائيل تريد أن تبقى في هذا المحور، تبقى في هذه النقطة الحدودية اللي هي بين مصر وغزة. حماس ترفض هذا التواجد، وأيضا بالنسبة إلى مصر لها تحفظاتها على هذا التواجد الإسرائيلي في هذه المنطقة. لا بل أن إسرائيل هي تدرك أنه حتى وجودها على المدى البعيد لن يكون في هذه المنطقة، وحديث دعني أقول قد يكون لاحق عن ما بعد الحرب، دعني أقول ولا أريد أن أقول اليوم الثاني أو ما إلى آخر. ولكن أنت في ظل الفشل الإسرائيلي حقيقة في القضاء على حماس وقدرات حماس وإلى ذلك، من الصعب أنك أنت تتخيل مثلا ما هو البديل دون ما او بدون دون الفصائل الفلسطينيه وبدون وجود حماس والى اخره. فبالتالي المعادله من وجهه نظري معقده وليس بالصوره التي يراها الكيان الاسرائيلي. ترى الكيان الاسرائيلي بالنهايه بهمه في هذه المناطق الحدوديه تكون قوات، خاصه انه طلب قوات عربيه، وجرد انه ما في دوله عربيه قابله بانها تشارك حقيقه او تكون ضمن هذه المنظومه او هذه القوه العربيه التي يريدها الكيان لتحل محله وما الى ذلك. نعم. طيب بدنا نعود الى المفاوضات تحديدا، وهنالك الشارع الإسرائيلي يتحدث عن أن بنيامين نتنياهو بصفته الشخصية هو من يعرقل المفاوضات صحيح. وهذا ما جاء في حكومة نتنياهو. بعض أطراف الحكومة تحدثت عن أن نتنياهو في كل مرة يحمل الوفد المفاوض شروط جديدة. اليوم هل تتوقع أن يكون هنالك ضغط دولي، وتحديدا ما نراه من الرئاسة الأمريكية باستعجال عملية المفاوضات بسبب الانتخابات القادمة وأيضا بسبب صحيح. الضغوط الدولية؟ وهذا هو الرهان حقيقة، اللي هي الضغوطات الداخلية الإسرائيلية والضغوطات الأمريكية والضغوطات الدولية على نتنياهو تحديدا. الآن أنت اللي بتلاحظه أنه هي المعركة معركة نتنياهو حقيقة. ملف الأسرى دعني أقول هو وصفقة التبادل، أنا من وجهة نظري هي بيد رئيس الحكومة الإسرائيلي، وبالتالي هو له أهدافه السياسية، له أهدافه الشخصية دعني أقول. بالنسبة له الآن هو من وجهة نظره يريد تصدير أي انتصار، وبالتالي هو لماذا يفعل هذه التعقيدات دعني أقول؟ لأنه فشل في 7 أكتوبر جيشه حكومته وإلى آخره، وبالتالي هو يسعى لأنه يغطي على هذا الفشل دعني أقول، وبالتالي يغطي على الأهداف إن لم يحققها في حربه على غزة. فبالتالي هو دائما ما يميل أكثر إلى أنه يبقى، وبالتالي هذا الضغط إحنا بتلاحظ قد يكون غير مسبوق. إحنا بنشوف الاحتجاجات والتظاهرات من قبل عائلات الأسرى على نتنياهو، ولكن بنفس الوقت حتى إحنا كان هناك رسائل، أنت بتلاحظ صار في خلاف جوهري ما بين المستوى العسكري والأمني وبين المستوى السياسي ممثل بحكومة نتنياهو. اليوم الجيش، وإحنا سمعنا تصريحات أو مصادر أو مسؤولين خلينا نقول أمنيين، قالوا إنه العمليات العسكرية في غزة انتهت يعني أقول، وإنه حان الوقت لاتفاقية أو لصفقة التبادل. وأيضا هناك أيضا إشارات على إنه لا يمكن تحرير المحتجزين، وهذه مصادر أيضا من الواشنطن بوست على تصريحات لمسؤولين إسرائيل إنه لن يتم تحرير المحتجزين الإسرائيليين بالوسائل العسكرية. ومثل ما أنت أيضا ذكرت إنه جالانت بيعتبر إنه إسرائيل هي من تعرقل صفقة التبادل، وهذا ما جاء على لسانه. بالضبط. أعتقد هذا كله أستاذ معاذ كله يعطيك انطباع أنه الحكومة الإسرائيلية لها غايتها، هذا يريد أن يحتفظ في حكومته، وبالتالي هو الآن هو يحاول قدر الإمكان إرضاء المتطرفين في حكومته سموتريتش وبالنسبة بين غفير وإلى آخر. وبالتالي أنا بعتقد هي اللعبة لعبة نتنياهو، لعبة شراء وقت إذا جاز التعبير فيما يخص موضوع المباحثات. وحتى بالنسبة إلى الولايات المتحدة، الولايات المتحدة أيضا لها غاية زي ما أنت تفضلت أول شيء أنه موعد الانتخابات الرئاسية تقترب، وهذا الحرب قد تأثر على فرص هاريس دعني أقول بالنسبة للانتخابات هذه بالضرورة. الشيء الثاني أنه هو أيضا يريد أن يكبح جماح زيادة توتر الصراع ولربما نزع فتيل اشتعال أي حرب إقليمية دعني أقول. يعني إذن هي إيقاف الحرب من صالح الديمقراطيين وليس من صالح الجمهوريين، وهذا ما يسعى إليه الديمقراطيين. بالضبط، هذا ملف كثير مهم. طيب اليوم هذا الملف مرتبط بشكل كبير في ما يحدث على الصعيد المنطقة، وتحديدا الرد الإيراني أو رد محور المقاومة. البعض كان يتوقع أن محور المقاومة ينتظر ما ستؤول إليه مفاوضات يوم الخميس أو مفاوضات الدوحة، ومن الممكن أن يكون هنالك رد فقط. والبعض الآخر يقول بأنه
فقط محور المقاومة يتحدث عن رد ما الوجه لاغتيال فؤاد شكر واسماعيل هنية، يعني أقاويل عديدة حول محور المقاومة والرد الإيراني تحديدا. يعني أستاذ معاذ بجوز كنا يدرك، شوف هو المنطق أن ترد إيران وترد أذرعها فيما يخص التنظيمات من حزب الله والحوثي وما ذلك، لأن أنا باعتقادي إيران تلقت إهانة، تلقت ضربة موجعة، واخترقت سيادتها واخترقت منظومتها الدفاعية والأمنية وما إلى ذلك. وكان والمنطق بقول إنها يفترض إنها ترد على هذه، لكن قضية إطالة الوقت حقيقة وتأجيل هذه الضربة ربما أنا بعتقد أوجد حالة من الفتور، يقابله حقيقة تهديدات أمريكية وغربية أعلنت إنه إحنا برضو سنتولى الدفاع عن الكيان الإسرائيلي فيما لو كانت هنالك ضربة إيرانية. هلا فيما جزئيا متعلقة بالتهديد، أنا قلت لك بجوز إنه مثلا من أحد الأهداف اللي بيسعى إلها الرئيس الأمريكي بايدن من الاتفاق الأخير ومباحثاته في قطر هو زي ما أنا حكيت لك إنه يحاول يمنع توجيه ضربة إيرانية انتقامية إلى الكيان الإسرائيلي دعني أقول، وبالتالي هو بده يحاول إنه ما يحول الصراع إلى صراع إقليمي وحرب إقليمية وما إلى ذلك. الآن قد تجد إيران في موضوع المباحثات والوصول إلى وقف إطلاق النار على إنه مخرج بالنسبة إليها، مخرج من إنه إنها لا توجه ضربة وتكتفي في هذا الرد على اعتبار إنه أنت بتعتبر إنه وقف إطلاق النار بالنسبة إليها هدف. وهذا سيناريو متوقع إنه يحصل؟ بجوز إحنا جاوبنا عليه في خلال عملية الضربية. ولكن تحديدا إيران هل تعتقد بأنها ممكن تلجأ إلى مثل هذا السيناريو في حال توقفت الحرب بأنها لا ترد؟ أنا بعتقد إنه إيران غير جادة كثير في 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 موضوع الرد، وبالتالي قد تأخذ من هذا من هذه الطريقة هي مبرر إلها زي ما قلت لك مخرج إلها في أنه أنا بكتفي في وصول المباحثات إلى نتيجة وإلى وقف إطلاق النار وإلى آخره، وبالنسبة لي كهدف بالنسبة لإيران تقول لك هذا بالنسبة لنا هدف أو ما إلى ذلك. ولكن أنا زي ما حكيت لك يعني في النهاية إحنا بالنسبة للمباحثات المفاوضات هي ليست بالجديدة حقيقة، وأنت لا تستطيع أن تعول عليها. يعني بالنسبة إلى نتنياهو هي لعبة شراء وقت، بالنسبة للولايات المتحدة أيضا لعبة شراء وقت، وإلا إحنا بماذا نفسر استمرار العمليات العسكرية رغم الجهود الأمريكية دعني أقول ورغم التغيير التكتيكي دعني أقول في مواقف حماس والمقاومة الفلسطينية. في لحظة من اللحظات أنا بس أستطيع القول أستاذ معاذ إنه حماس أدركت اللعبة الإسرائيلية وبدأ إنها أكثر مرونة واستجابة مع الاتفاقات ومع أي مفاوضات تحدث، فكان دائما ما تعطي موافقات، وبالتالي أنت تلحظ إنه الكيان الإسرائيلي دائما موقفه متشدد من المفاوضات، لا بل وفي لحظة تشعر أنه بده يحمل المسؤولية إلى حماس ويظهرها أمام أمريكا وأظهر المجتمع الدولي هي المسؤولة عن إعاقة هذا أو إعاقة المفاوضات. الآن لا، بدأ لي أنه حماس بدأت أكثر مرونة زي ما أنا حكيت، تحاول أنها تقلب الأمور باتجاه الكيان الإسرائيلي، وأنا بعتقد أنها نجحت من ذلك بدليل أنها الآن مثلا بتقول أنه أنتم لم تلتزموا بالاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه ب2007. إذن هي عادت وجلست إلى طاولة المفاوضات بإرادتها الحرة بقوتها السياسية وعلى الأرض اللي هي حماس. نعم، وبالتالي حتى غيرت من نواحي أخرى، بتعرف أنت كانت أول شيء تشترط قبل ما تخوض بالمفاوضات وقف إطلاق النار، الآن هي لا، قالت إنه ممكن التخلي عن وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى. بتعرف إحنا لما نحكي عن اتفاق أو المقترح اللي طرحه بايدن بيحكي عن ثلاث محطات أو ثلاث مراحل، مدة 42 أسبوع. في الست أسابيع الأولى ممكن إحنا يكون في عنا وقف إطلاق النار، لكن عملية استمراريته مرهونة باستمرارية المفاوضات، وهي هون بتكون تخلت عن موقف بالنسبة إلى كان موقف متشدد إنه وقف إطلاق النار وبعدين إحنا ندخل في المفاوضات. هذا مرة أخرى يعكس المرونة اللي تتحلى فيها حماس فيما يخص موضوع المباحثة. سؤالي الأخير دكتور هايل، هنالك استعراض قوى عسكري منشوفه بالمجمل، الحوثي لديه استعراض قوى عسكرية، حزب الله لديه قوى استعراض قوى أيضا عسكرية وترسانة عسكرية كبيرة، وهذا ما نراه استعراضات. في الفترة الماضية كنا نرى استعراضات سياسية وليست عسكرية، اليوم هل تتوقع، هذا هو سؤالي الأخير، هل تتوقع أن تذهب المنطقة فعليا إلى حرب أبعد من ما هو متوقع؟ لا، في ظل هذه الأطراف أنا لا أتوقع،
خصوصا أنا بتقصد اللي هو الجانب إيران وأذراعها في هذا الحقيقة. أين عمق؟ ممكن أنه الأجواء تتوتر، فتيل الاشتعال قد يتصاعد يزداد يا إلى آخره، ولكن أنا لا أتوقع أنه هذا الأمور تسير بهذا الاتجاه. لكن هذا لا يمنع من القول بأنه في هنالك رسائل عديدة وصلت اليوم. أستاذ معاذ، المنظومة الدفاعية والأمنية الإسرائيلية اخترقت اليوم، المناطق الإسرائيلية كلها في مرمى نيران التنظيمات المسلحة في 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 المنطقة. اليوم هب العالم الغربي، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لنجدة الكيان الإسرائيلي. تعرف الكيان الإسرائيلي بالنهاية بلا عمق حقيقة الأمر. الآن دكت، ضرب في حيفا وضرب في جنين وضرب في تل أبيب وإلى آخره. أنا بعتقد هذه هي أبلغ رسالة حقيقة يمكن القول بأنها وصلت فيما يخص أحداث غزة. الكيان الإسرائيلي لم يعد كما احنا متصورينه وبهذيك الهاله وهذاك الرعب والاخره ومقوله الجيش الذي لا يقرأ، قهر وانهزم ولم يبقى الا الاعلان عن هذه الهزيمه. الاعلان عن هذه الهزيمه ياخذ شكل وقف اطلاق النار او الموافقه على صفقه تبادل الاسرى، وهذا ما لا يريده نتنياهو، لانه بالنسبه الى نتنياهو هو اعلان هزيمة في هذه الحالة. نعم، بدي أشكرك جزيل الشكر النائب السابق والمحلل السياسي الدكتور هايل ودعان الدعجة، شكرا جزيلا لك. العفو، أهلا بك.